جاوبك على هذا السؤال بهيك كثير من الوضوح. بهاء الحريري علاقته بالسعودية وبدول الخليج العربي جيدة جدا، والسعودية، وهنا أنا أتحدث عن السعودية، السعودية ودول الخليج لا تريد أن تتدخل بالشأن اللبناني، هي تترك لللبنانيين أن يختاروا ما يرونه مناسبا في هذه المرحلة. خليجية طويلة عريضة استشاري، معنا ورقة خليجية طويلة عريضة فيها شروط، فيها شروط. حاجة نحكي أحلام يا أستاذ، الله يخليك. شروط السعودية والخليج، نحكي أحلام وعم نحكي شعارات. السعودية والخليج عم بتقلك كيف أزيك عني، السعودية والخليج عم بتقلك حاش تتدخلوا بشؤوننا، وما بقى تكونوا منصة للقتل والإرهاب في المنطقة، وما تكونوا منصة لتهريب المخدرات بالمنطقة، ما تكونوا منصة للفساد بالمنطقة. هيدا اللي عم بتقوله الورقة الخليجية. الورقة الخليجية ما عم تقلك تعا بديك تمشي مثل ما بدي، عم بتقلك كيف أزيك عني، بعد عني، حل عني بالعامية، هيك بس هالقد بدها، ما بدهم أكثر من هيك. السعودية ودول الخليج اليوم على أثناء ممتازة، لحظة في ما له علاقة بالقرار 1559 والبند الثالث بالتحديد اللي له علاقة بسلاح حزب الله، ما هو مرتبط، يعني المفروض أنه يكون يبطل فيه احتلال إسرائيلي للأجزاء المتبقية من مزارع شبعة، ساعتها بتنحل هذه القصة وبصير فيه يا إما استراتيجية دفاعية أو سلاح الحزب بيتسلم للدولة. يعني خلينا نبلش بالسبب قبل ما نحكي عن يا عزيزي، لو حررنا هذه الأراضي هل أنت مقتنع بأن حزب الله سيسلم سلاحه للدولة اللبنانية؟ حرر الأراضي وبعدين منشوف. خلينا نحرر الأراضي. خلينا نحرر الأراضي وبعدين منشوف. السلاح ليس مرتبطا بالقضية اللبنانية ولا حتى بأي قضية عربية. هذا السلاح وجوده لخدمة مشروع إيراني في المنطقة يمتد من قم إلى بيروت. هذا المشروع يلي تحدثت عنه قيادات بالحرس الثوري الإيراني عندما قالوا مفتخرين بأنهم سيطروا على عواصم عربية 4 أو 5. يا أستاذ جاي، إذن ما حدا يقول لي هذا سلاح ليحارب، عال بس عم بتقلك هيدي 13 سنة بس هيدي الورقة، هاي الورقة، هاي الورقة عم بتقلك طبق قرار مش بمقدور لبناني طبقه. يعني كيف بده لبناني طبقه هيدا يعني القرار؟ عم بتقلك بدك... إذا يعني أنا حقول لك إياها، إذا ما بدك تجوز بنتك علي مهرة بس. لا هون بفضلوا انه يكونوا بعاد، بفضلوا حزب الله. يا جري، انه حزب الله حرر عيت الشعب وبنت جبال او اصفهان وتبريز، يا اخي حزب الله دافع عن البقاع الفاكهه وعلى النهري وما بعرف، مش على النهري، نحله وهو ضيع الجرود عسال ويونين، وهو والله دافع عن اصفهان وتبريز وطهران. يعني لماذا يا حبيبي صحيح هيك الواحد يروح على اتهامات جزافة؟ ما هلا العرب يا جري، جري ما العرب عم بيحاوروا ايران الان، ما فعل بسلاحه السعودية يا صديقي، ما العرب عم بيحاوروا ايران. طيب شو العرب عم بيحاوروا ايران وعم يستقوا على لبنان اليوم؟ بس خليني اسألك استاذ جري، شو الآلية؟ يعني افترض انه السيد بهاء الحريري او انتو كمشروعكم انتو بالسلطة اليوم، شو الآلية لتطبقوا الورقة الخليجية وتحديدا ال 1559؟ شو بنعمل؟ اعطينا آلية. انا قلت لك اياها قبل شوي، كثير بسيطة الخبرية. لما بتكون انت اليوم بالسلطة وما عندك نية انك تروح تتقلهم نحن حنسكت ونخبي ونمرق لك السلاح، بس مرق لنا هالصفقة وهالمشروع وهالوزارة وهالتوظيفة وهالمنصب، فيك تروح بمجلس النواب وتفرض على هذه على هذا المكون وتقول له ما فينا نكفي بهذا الشكل، او سنذهب الى المجتمع الدولي لينفذ قراراته تحت البند السابع باي طريقه بلاقيها مناسبه. يعني تيقول كفى، ما في اللي صار ب 58 يعني. يا استاذ كيف يعني كيف خليني كفي لا بس كيف بسيطه بقى. يعني كيف قصه بسيطه هالقد؟ يعني انه كل لانه ما فيك تعيش بالبلد يا استاذ جورج وفي سلاح والعالم كله عم بيقول لك مش رح اعطيك دولار امريكي واحد لو بتصير عملتك مليون ليره طالما في سلاح. شو يعني هلا عم بيتحدى العالم كله؟ يعني حضرتك عم تعترف هلا ايه، بس شو بتعمل يعني كيف؟ يعني شو بنجيب الناتو مثلا؟ شو يعني كيف بنعمل؟ عم يعترف تقريبا يعني، وهو بعده مش بالدولة او ما بيمثل سلطة يعني، بس عم منطقيا واصل بالتحليل الى انه هذا الضغط مرتبط بتركيعنا لانه عندنا مقاومة.
وعم بيدفعوا الشعب اللبناني ثمن كل هذه الأزمات يا عزيزي، لأنه عندنا مقاومة. خلونا نشوف داخل خلينا نتحاور لا تحمي حدودها، ما كل حدا عم بيحرض عليها. خلينا نفكك هالخطاب، ذهبت إلى سوريا واليمن والغير. جري سوريا هي لبنان، لبنان هو سوريا، سوريا مناقشين فيها ألف مرة. أما اليمن والسعودية والإمارات والبحرين، حزب الله له موقف مبدئي من هذه القضية، لم يرسل صواريخ ولم يعتدي على أحد من هذه الدول العربية، بل على العكس بعض هذه الدول العربية زادت من ضغطها لأنها تريد من حزب الله أن يتدخل بدالته على اليمنيين من أجل ترتيب بعض الملفات.